مشاكلها التي نقلتها إلى المنطقة بشكل عام، يدرك تماما أن هذه الدولة هي تعمل شغل العصابات التي لا تلتفت لا لقانون دولي ولا لأخلاقيات ولا لقوانين ولا لعهود ومواثيق. يعني بشكل عام هي تبحث عن مصالحها المتمثلة في تصدير الثورة الإيرانية إلى هذه المنطقة، وبالتالي كل ما يمكن أن يوصلها إلى تحقيق أهدافها يمكن أن تفعله. اليوم نتيجة ذهاب الهالك حسن إيردو إلى اليمن أنه عاد جثة هامدة بأي طريقة كانت، هذا هو مصير كل من يأتي بهذه الطريقة الميليشياوية